عسلامة خويا. شنو هوريك؟ لاباس الحمد لله. عمر سي عمر قاعدين نحن نصوروا في برنامج جوعنا بالاسره فهمتني؟ نشوفوا هكا العلاقات معك مع ابوك مع امك مع اخواتك فهمتني؟ كانت تحب ان تجي معنا نعملوا انترفيو صغير هكا نسالك شويه اسئله. شنو؟ نحبش نسالك شويه اسئله وكا فهمتني؟ كانت تحب تجي بعدين غادي التكنيسيان يركب لك ميكرو. هاي عايشك بارك الله فيك. إذا نعود مع برنامجنا بحذنا سي عمر. مرحبا بك سي عمر. بك أكثر عايش. كان تحكي لنا شوية على العلاقات نتاعك في العائلة، يعني مع أبوك مع أمك مع أختك، كيفاش تحس في علاقاتك بينات؟ أكبر خلاف صار لك أنت والوالد تتفكروش؟ أكبر خلاف عامة البكالوريا ممكن، معناها خلاف كبير. خلاف كبير معناها وانت تأثرت بيه، يعني خلاف كبير وانت تأثرت بيه. قعدنا بيريود معناها سلام صحة ما عادش نحكي. أي وانت يعني وقتها شكيت في برشا حوايج. شنو شكيت في برشا حوايج؟ إذا أيها السيدات والسادة، فاصل إشهاري ونعود. مو باش نعملوا شوية تشويق فهمتني؟ خاطر فما تو إشهار طلع، يعني نعملوا شوية تشويق باش العباد تقعد تستنى. تشويق؟ مالا؟ بلاصتك هنا؟ أين أبي دوزيام؟ أين أبي؟ إذا نعود مع عمر الذي يعيش أزمة نفسية مع والده. أزمة نفسية؟ شنو أزمة؟ عمر وقتاش انت كيفاش تعيش فيها الأزمة النفسية هذه؟ شنو أزمة نفسية؟ الأزمة النفسية الكبيرة مع والدك كيفاش تعيش فيها؟ شكون حكيت لك أنا على أزمة نفسية؟ ما قلت لي يعني فما خلاف كبير، وقتاش صار الخلاف الكبير هذا؟ هذه خلاف عادية الحكاية. يعني أنت في الحكاية هذه توليت تشك اللي بوك موش بوك. شبيك يا إنسان لاباس أنت؟ إذا فصل إشهاري ونعود مع الأخ عمر. لا خبرك للتشويق. للتشويق اسمع. كيفاش تسوي يا ودي شبيك؟ بعد تو نقولوا بوك يا ودي ما أقسم بالله. بعد شو شبيك؟ بعد شو نقولوا بوك اليا وبوك؟ نعمل شوية تشويق. وين أبوك؟ نعم هذه اسمعني. هذه صورته تو. لا لحظة برك لحظة برك. إشهار 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 اسمعني. والله ما نتحرك من هنا يعني كما ما يا ودي في خير. افهمني 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 أزمة لحظة في الأخر بوك. أنا هنا بيب. وتوا مع الباك دو سيس الجديد متاع دناب هز سحورك بسهولة. مع ديليس دو فروي ليمونادا برد سيفك. ديليس دو فروي انت الغالي وطلبت الغلة. في شهر رمضان اوفر تهبل تزيد تفرحكم. الدسون تولي 300% بونوس مهما كانت قيمة الرشارج، معناها تتكلم ب 48 مليم دقيقة وزيد صالحين نحو كل المشغلين. مالا فيسع اسبق وامشي سجل في اوفر تهبل متاع اورانج على خاطر عرض محدود حسب الكميات المتوفرة. في الشبيه انت لشكون تشبه اكثر، لامك ولا لبوك؟ ما تشبهيش لما. يعني بوك ما تشبهلوش؟ لا. ايه الحكايه هذه مقلقتك شويه؟ ايه نورمال. با اين ابي تقوى دوزيام. اذا عوده مع برنامج اين ابي مع اختنا راويه. تحكي بجدك؟ يعني كمل شويه تشويق تروح نطلع البيبيسيتي باش العباد تقعد تزيد تفرج. فين البيبيسيتي تشويق سينت؟ اين ابي نتاعك؟ اين ابي برنامج اسمه اين ابي؟ العباد يلوجوا على بيتهم. ما قلتليش تحكي بجدك تفادي. برنامج اسمه أين أبي؟ أخي بالرسم تحكي؟ إي لو جالا بانت أنا جيت أفترس. إي إي سمعت أنت متفرج عليهم في البرامج هذوما؟ جبت تفضحني؟ لا مش نفهم. أين أبي؟ ديب أنا أناش مع بار أنا. إي 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 أنزل أحنا تو نشوقوا في المتفرجين. أنت شو يحكي بوك أنت ديب بوك أنا؟ أنزل أحنا تو نشوقوا في المتفرجين. نشوقوا فيهم. أنا نشوقوا فيهم نشوقوا في المتفرجين. في آخر الحلقة في آخر الحلقة مش نقولوا لبوك اليوم. إي إي قولوا اليوم. لا
تحكي بجدك توت شنو هي لاباس؟ لا 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 ازوز اللي في اخر حلقه مو بعد نحن نعملوا لدين ونعملوا كل شيء وبعدين يطلعوا لدين الا في الاخر عندي ما اقول لك تشبيك انا لدين مش كيما عندي ما اقول لك عندي ما اقول لك في الاستوديو اما احنا في الشارع قدام العبيده تعس تفرز العبيد تفرز انا بدي بعد مش خدي يسمعوا فينا اين ابي جورج اين ابي اذا نعود مع برنامج اين ابي مع الاخت راويه عايش خويا فاش تحكي شنو انا ابي اذا يتواصل برنامج اين ابي مع الاخت راويه تحكي بجدك وكيما قاعدين نشوفوا راويه تعيش في ماساه انا ماساه ليه مش حتى ماساه تحب تعرف بوها الحقيقي جلاله ما سيت له شيء ما هي شو ماساه اسمعني اغني انا ما تقولش افهم افهم اسمع انت زدت بيت كون احنا في اخر حلقه مش كل هو ابو كنزي اللي انت عايشه معه تو لا لا هيك هيك تو سامع مانيش على انا سكر لي البرنامج فهمتي انا عندي مقاطع مش قالها راجل ما كيفاش نعمل احنا برنامج يديك ربي الصباح كيفاش نعمل احنا برنامج اعمل برنامجك بابا حكيت لعبيت على البرنامج جام برنامج نعمل برنامج الحيوانات البريه تشبيك برنامج صرف اعمل شيء احنا مش برنامج على بوكنت مش لازم يا دي قاعد يركل في التين افهمني افهمني خاطر باع في حماس خليته بالحماس لاباس الاخر ما فيش بيك نرفز ارجعي يا بنتي مو فضلك سيدة المخرج سامحنا سيدة المخرج انا ابي غدا نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة من الكاميرا الخفية، لكن في الأثناء خليكم معنا على الوطنية الأولى. بعد شوية حجرلاند المسلسل الثلاثي الأبعاد اللي يعتمد على شخصيات واقعية، ومن بعد حلقة جديدة من المسلسل الحدث الإنتاج الوطنية الأولى نعورة الهواء. سهرة رمضانية شيء